يشارك منتدى شباب العالم في منتدى اليونسكو 11 للشباب في مدينة باريس في فرنسا، والذي يقام على هامش الدورة 40 للمؤتمر العام لمنظمة اليونسكو. ويناقش ممثلون عن منتدى شباب العالم عددا من المحاور، أبرزها هو تعزيز المشاركة الهادفة للشباب، كما سيتم أيضا التطرق إلى دور منتدى شباب العالم كمنصة فعالة ومحفل دولي ثري في إعطاء الفرصة للشباب للتعبير عن آرائهم تجاه القضايا والمشكلات المعاصرة. ومن المقرر أن ينطلق منتدى شباب العالم في دورته الجديدة خلال الفترة من 14 وحتى 17 من ديسمبر المقبل في مدينة شرم الشيخ.